الذوق تاع الغاز يعني كل كيما الشركاء كل سنه نحن اون ريفيز نو كونترا مع اني يعني اتفقنا يعني في متفقين على كل امور. يبدو ان الاتفاق الذي تحدث عنه الرئيس المدير العام السابق لسوناتراك لم يكن الا ذره للرماد في العيون. قرار ايطاليا بعدم تجديد عقودها الغازيه مع الجزائر يفقد الاخيره سوقا مهما، ما يجعلها في ورطه لا سيما مع العقود الطويله المدى التي تطالب بها في مفاوضاتها مع الزبائن. الجزائر يعني اعتقد انها ستضيع هذا السوق الذي يعتبر جد مهم للغاز الجزائري، وأنا أعتقد أيضا أن تعويضه جد يعتبر أمر جد صعب، خاصة أن العقود طويلة الأجل التي تطالبها الجزائر يعني 15 سنة يعني غالبا ما تتطلب يعني مفاوضات جد شاقة. الرئيس المدير العام الجديد لسوناتراك عبد المؤمن ولد قدور ستكون مهمته الأولى إيجاد أسواق أخرى خارج أوروبا، الأمر الذي لا يبدو حسب الخبراء سهلا. المدير الجديد لسوناتراك يعني هو مطالب بإيجاد أسواق أخرى خارج أوروبا، ولكن نحن نعرف بأن الغاز يعني هو ليس كالبترول، يعني أن تكلفة نقله هي تكلفة كبيرة، لأنه غاز يعني عبارة عن هواء يذهب في أنابيب وليس كالبترول يمكن إيجاد سوق بعيدة وتصدير لها، ولهذا أعتقد أن الأمر يعني يتطلب جهد كبير. توجه الجزائر نحو تحويل غازها البتروكيماوي محليا سبب القرار الإيطالي حسب وزير الطاقة. رغم ذلك فإن الجزائر مطالبة بحزم أكبر وليونة أكثر وسط سوق غازية تشهد منافسة شديدة.